الترتيب بمشيئه الله. ضاغطين ضغط حلو لعبة الاهلي وعلى طول الانطلاقه وعرقله موجوده من جاكابا ومخالفه من النجم للنجم عبد الله السعيد. يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله فين تصوباتك يا عبد الله انت وحسام عاشور الاثنين شويطه الاثنين شويطه واكيد معاهم الفنان الكبير محمد ابو تريكه. صفاره فاول هذا الحارس سينزو وضربه حره مباشره من مكان جيد الى حد ما مواجهه لمرمى فريق اورلاندو وضربه حره بالقدم النجم الكبير ابو تريكه وتصويبه قويه جول 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 الهدف الاول جول 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 محمد ابو تريكه محمد ابو تريكه والهدف الاول هدف التقدم للنادي الاهلي. شوطه حلوه جميله شوطه حلوه جميله في التسعينه في التسعينه بقدم نجم النجوم مع شوط الجماهير النجم محمد ابو تريكه اللي دائما هو صانع الفرحه صانع السعاده على جماهير النادي الاهلي. محمد ابو تريكه وهدف التقدم في تصويبه جميله مدويه في التسعينه في التسعينه هدف جميل بقدم النجم الكبير محمد ابو تريكه. ابو تريكه يا فنان دايما في القلب عنوان دايما الذكر على مر الزمان ولك في قلوبنا مكان يا محط بكل الارقام ومشرفنا كمان وكمان وهتودينا المغرب هذا العام بمشيئه الله. واحد